بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الرحمن الرحيم، النهاردة هنتناول مع بعض دليل التقويم في اللغة العربية كمراجعة 2015 اللي نزل من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي. لعل المقدمة دي تكون جذبت انتباهنا لأهمية الإشارات والأسئلة اللي هنختارها من هذا الدليل، لأننا طبعا نعلم جميعا أن امتحان الثانوية العامة بيلتزم التزام شديد جدا بكتاب المدرسة وأدلة التقويم وامتحانات الثانوية العامة السابقة. فالحل من هذا الكتاب واختيار أسئلة بعناية منه إن شاء الله الرحمن الرحيم هقدمها لك، وهحل معاك التدريبات النحو اللي مش مجابة وتدريبات البلاغة اللي مش مجابة، وبقيت الفروع هختار منها الأسئلة المهمة جدا، وإن شاء الرحمن الرحيم نمشي مع بعض بطريقة السريع المفيد المركز، لعل بإذن الله تجد هذه الأسئلة بالنص قدامك في الامتحان أو تجد ما يشبهها تماما، فتكون بتحلها وانت مطمئن القلب والعقل للإجابة بتاعتك آخر السنة بإذن الله رب العالمين. وأؤكد تاني أن مبدئي في الحل في جميع الفروع هيعتمد على إعطاء الإجابة أو مفتاح الإجابة الأساسي النموذجي اللي لازم تكتبه عشان تحصل على الدرجة النهائية، لكن مش هشرح الإجابات خصوصا في النحو والبلاغة. يعني أنا كنت اللي متابعني في كتاب الامتحان المئة فقرة، لما كنا بنقابل البدل مثلا كنا بنشرحه، لما كنا بنقابل التمييز كنا بنشرحه، على أساس أن كان الوقت متسع طوال العام. لكن ده هيبقى بمبدأ، أو الحل المرة دي في دليل التقويم هيبقى إن شاء الرحمن الرحيم بمبدأ السريع المفيد المركز اللي انت محتاجه خصوصا في فترة المراجعة دي بإذن الله. النهاردة مع أول لقاء هنتناول التدريبات اللغوية، هحل معاكم بعض التدريبات اللغوية المهمة التي لم يرد لها إجابة في الدليل، لأن بعض التدريبات أجيب عنها بالفعل والبعض الآخر يحتاج إلى إجابة، فناس كتيرة كانت طلبتني بأنهم عايزين يتأكدوا من إجاباتهم في هذه التدريبات. توكلنا على الله، سمي بسم الله جميعا كده ونتوكل على الله. بسم الله توكلنا على الله، حل تدريبات دليل التقويم 2015. التدريب النحوي الأول. التدريب الأول: اقرأ ثم أجب. مجازفة سائق السيارات: السيارات كثيرة بالمدن والقرى ولها منافع وفيها مضار، والسبب في كثرة كوارثها جرأة السائقين وتهاونهم، وقد كتبت الصحف في ذلك كثيرا. فما أحد سمع ولا مجازف ثاب إلى رشده، ففي كل يوم حادثة وبكل مكان كارثة، والواجب أن توضع قوانين شديدة تردع المخالفين، ففي الصرامة حزم وفي الحيطة سلامة. بولي علل رفع كلمة منافع وحادثة، طبعا لها منافع دي مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، كذلك كلمة حادثة ففي كل يوم حادثة أيضا مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. اثنين: علل نصب كلمة كثيرا، كتبت في الصحف في ذلك كثيرا، وقد كتبت عفوا، وقد كتبت الصحف في ذلك كثيرا، دي يعني كتبت كتابة كثيرة، فهي نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وكلمة كثيرة لما بتيجي مع الفعل زي نمت كثيرا، شرح كثيرا، جاء كثيرا، هذه الكلمة تعرب نائب عن المفعول المطلق، لكن مش دايما تعرب نائب عن المفعول المطلق. خلي بالكم لما أقول إن كثيرا من الناس بقت اسم إن، فنخلي بالنا إن مش دايما كثيرا تعرب نائب عن المفعول المطلق، لابد إنها تيجي مع فعل، ولابد إن هو يصح تقدير مفعول مطلق محذوف. يعني ممكن أقول كتبت الصحف في ذلك كتابة كثيرة، ده المعنى يعني، حتى لو أنستها مش مشكلة، المهم أنها ماشية مع المعنى وتعطي أنها صفة للمفعول المطلق المحذوف وهو كلمة كتابة. استخرج من القطعة خبرا مقدما مع بيان السبب، طبعا هنا هتبقى الخبر شبه جملة ليها، لها منافع، وطبعا هنا الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، ده السبب، خلي بالك ده السبب، ان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، وحكم التقديم في هذه الحالة واجب. شبه جملة زائد نكرة يبقى واجب. طيب برضو لما نيجي نقول هنا ففي كل يوم حادثة، أيضا خبر مقدم لأن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة والتقديم واجب. بكل مكان كارثة، نفس الحكاية، خبر شبه جملة والمبتدأ نكرة والتقديم
التقديم واجب وهكذا، ففي الصرامة حزم وفي الحيطة سلامة، نفس الإعراب ونفس التقديم. ممنوعا من الصرف مبينا سبب المنع، كلمة منافع وكلمة مضار دي صيغة منتهى الجموع، وكلمة كوارث أيضا صيغة منتهى الجموع، فهي ممنوعة من الصرف لأنها صيغة منتهى الجموع. فعلا مبنيا للمجهول وحدد نائب الفاعل، هتلاقي في آخر سطر كلمة توضع قوانين لأنها فعل مضارع مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر، وهكذا جميع الأفعال المبنية للمجهول بتبقى يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر، إذن قوانين هنا هي اللي هتبقى نائب فاعل. ما هو بيقول لي وحدد نائب الفاعل، كلمة قوانين هتبقى نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وانتبه كلمة قوانين أيضا من الكلمات الممنوعة من الصرف زي كلمة مساكين فهي صيغة منتهى الجمعة. السؤال الرابع بيقول لي اسمي فاعل إحداهما من فعل ثلاثي والآخر من فعل غير ثلاثي واكتب فعليهما، عايز اسم فاعل من ثلاثي على وزن فاعل ومن غير ثلاثي بقى من مضمومة مكسور ما قبل الآخر. أول كلمة هتقابلنا كلمة السائقين والفعل ساق، وكلمة مجازف، السائقين طبعا ثلاثي، أما مجازف هتبقى من مضمومة مكسور ما قبل الآخر فهي من غير الثلاثي. كذلك كلمة الواجب وكلمة حادثة وكلمة كارثة كلها أسماء فاعل من الثلاثي، أما كلمة مخالفين فهي اسم فاعل من غير الثلاثي والفعل منها خالفة. اسم لنا فعل الجنس مبينا نوعه وإعرابه، عندي هنا لما قال فلا ولا مجازفة ثاب إلى رشده، لا مجازفة أدي اسم لا، طالما اسم لا لم يأتي منونا ولم يأتي بعده مضاف إليه فهو مفرد مبني على الفتح، يبقى نوعه مفرد وإعرابه أنه مبني على الفتح. مصدر مؤول وبين موقعه الإعرابي، انتبه بقى علشان مصدر مؤول ده مهم، أن زائد فعل أو أن زائد أو ما زائد جملة، فعندي هوت أن زائد جملة أو ما زائد فعل. والواجب أن توضع، إعرابه بقى مهم قوي، إعرابه مهم قوي، هنا يجب أن توضع. بص أنا حولت اسم الفاعل العامل لفعل فقلت يجب، وحولت المصدر المؤول لكلمة واحدة فقلت وضع، ولما نيجي نعرب كلمة وضع هنا تبقى فاعل، خلي بالكم أنا عملت حاجتين عشان أعرب المصدر المؤول بحوله إلى كلمة واحدة، يبقى أن توضع أحولها لكلمة وضع، لما جيت أقرأ الجملة على بعضها لقيت الواجب وضع، فخدت بالي أن كلمة الواجب اسم فاعل عامل، اسم فاعل عامل الحافظ كتاب ربه محبوب، فاكرين؟ يبقى كده محتاج لفاعل أو مفعول به إن احتاج إذا كان من متعدي. فأقرب فرصة بعمل إيه؟ بقلب اسم الفاعل لفعل وأقرأ الجملة، فلقيت الجملة ماشية كده يجب وضع قوانين، اللي بعد يجب ويمكن وينبغي وكل فعل بنون الوقاية بيعرب فاعل، يعني ما أقول يجب الاهتمام، يمكن الاهتمام، يبدو الاهتمام، ينبغي الاهتمام، يسعدني الاهتمام، كل اللي أنا قلت ده كلمة الاهتمام فيه فاعل، فإذا هنا الجملة تركبت. فخلي بالكم لأنها طبعا هنا يعني فيها حتة كده إشارة مهمة، ممكن إشارة امتحانات. ممكن واحد يقول لي طب أستاذ فين الخبر؟ الواجب أن توضع، فين الخبر؟ أقول لك إن المعمول بتاع اسم الفاعل سد ما سد الخبر، حاجة عندنا كده اسمها إنه قام بدور الخبر، والحقيقة ديت لم تذكر في منهج ثانوية عامة لكني أشير إليها لأنها موجودة في الكتب الكبيرة، إن لما بيبقى المشتق وقع في صورة مبتدأ وجه المعمول بتاعه والمشتق اكتفى بالمعمول بتاعه، ففي الحالة دي ما بنلاقيش خبر، فبنقول بقى عشان نتصرف نقول أن المعمول بتاع المشتق اللي هو الفاعل أو المفعول به أو كلاهما طبعا سد مسد الايه شباب الخبر. نعت جمله مبينا نوعها وموقعها الاعرابي، طبعا اول انا ما بلاقي يطلب مني نعت جمله بدور على الكلمه النكره اللي بعدها جمله متعلقه بها، يعني لو خدت بالك كلمه قوانين بعدها تردع المخالفين، يعني كلمه قوانين انا وصفتها بصفتين انها شديده وانها تردع المخالفين، فلقيت انا التركيبه هي نكرة وراها جملة فعلية اللي تردع المخالفين متعلقة بها، فالجمل بعد النكرات صفات، لكن مش أي جمل بعد النكرات صفات، لازم تكون الجملة مرتبطة بالنكرة، يعني أو يجوز الاستغناء عنها كمان، يعني بص الجملة اللي فوق دي فما أحد سمع، طب ما أنا عندي نكرة زائد جملة اهي، بس الجملة هنا خبر، لأن هنا كلمة أحد مبتدأ وكلمة سمع تأتي لتكملة معنى المبتدأ فهي الخبر، فلذلك أقول الجملة النعت يا ريت كلنا نكتبها في ملاحظاتنا يا جماعة، الجملة النعت هي جملة تأتي بعد نكرة يجوز الاستغناء عنها وتكون متعلقة بالنكرة، فانتبهوا لهذه القضية، مش أي كده جمل بعد النكرات صفات بل لها شروط اللي أنا قلتها.
مصدرا لفعل خماسي وهات فعله. طبعا مصدر فعل الخماسي كنا عاملين له جمله كده لو تفتكر، التحدي والتعاون، انطلاق وتقدم، انتصار واخضرار. عايزين نلاقي الكلمه شكلها، هذه الكلمات هلاقي كلمه تهاون في السطر الثاني يدوبك مضمومه الواو تهاون، لما اجي اجيب الفعل منها تهاون وافتح الواو لو سمحت. انتبه، بقول لي جيم بقى سؤال جيم، بقول لي عنيت الدولة أو عنيت الدولة بالريف عناية كبرى. طبعا هنا بيقول لي ضع مكان المصدر نائبا في باب المفعول المطلق عنه، في باب المفعول المطلق، يعني عايز نائب على المفعول المطلق من الآخر كده. يعني لما أقول عنيت الدولة بالريف كل العناية، يبقى أنا عملت إيه؟ جبت كلمة كل أو أشد أو بعض، أي كلمة تضاف إلى المفعول المطلق تخلي المفعول المطلق مضاف إليه وتعرب هي نائب عن المفعول المطلق. يعني ما أقول أحبك حبا شديدا، من حق إن أنا لما أجي أحولها نائب عن المفعول المطلق أقول أحبك كل الحب، أحبك أشد الحب، أحبك أكبر الحب. أنا جبت كده جبت إيه؟ كلمة وسط بين الفعل وبين إيه شباب؟ وبين مصدره. طب ممكن يا أستاذ أقول عنيت الدولة بالريف كثيرا؟ ممكن، صح كده، برضو كثيرا هنا تبقى مرتبطة بكلمة عنيت، يبقى زي اللي فوق تبقى نائب عن مفعول المطلق. يبقى أنا جبتها بطريقتين، إما الكلمة التي تتوسط بين الفعل ومصدره، وإما الصفة لمفعول مطلق محذوف. دال، كثير من الدول الراقية تهتم بتحقيق الرقابة الذاتية للمرور. عبر عن معنى الجملة السابقة بأسلوب كامل خبرية وعين تمييزها وعربها. طبعا أسلوب كامل خبرية ان انا اجيب كم وبعدها من او مش شرط من، بس تمييزها دائما مجرور. يعني شوف هقول ايه، هشيل كلمه كثير طبعا، اقول كم من الدول الراقيه تهتم بتحقيق الرقابه الذاتيه. يبقى شفت، كم من الدول او كم دول راقيه تهتم بتحقيق الرقابه الذاتيه للمرور. الاثنين صح، سواء كسبت من او شلت من، المهم ان تمييز كم يجي مجرور، وتمييز كم الخبريه يا شباب دائما مجرور، انما تمييز كم الاستفهاميه غالبا منصوب واحيانا مجرور. السؤال ها بقى انتبهوا ليه، لحسن سؤال امتحانات فانتبهوا ارجوكم، ده سؤال الاسناد للضمائر. بقول لي يسمو وتجلي او تجلى واراد، كلمة دي ممكن تتقرأ تجلي وممكن تجلى، الله أعلم وعايز منها إيه بقى، فإحنا هننطقها بالطريقة اللي تريحنا إحنا طالما هو ما شكلهاش بقى. بقولي أسند الفعل الأول إلى ياء المخاطبة، ياء المخاطبة اللي هي أنت، يعني بقول للبنت، يعني بكلم بنت أقول لها أنت تقرأين الكتاب، أنت تحفظين كذا. الياء اللي في تحفظين ديت هي دي ياء المخاطبة، بتعرب فاعل على فكرة في حالة المبني المعلوم، وبتعرب نائب فاعل في حالة المبني للمجهول. طب الفعل المعتل الآخر لما نسنده الياء المخاطبة بقول إيه بقى؟ نشيل العلة دايما، دي ثابت من الثوابت، بنشيل حرف العلة من الفعل المعتل الآخر. يعني كلمة يسمو ديت لما اجي اقول انت، طبعا انت تاء مكسورة وليس انت، شباب ارجو الانتباه، ماشي، يعني انا بقولها كتير قوي في حصصي وبقولها كتير قوي في محاضراتي، بثبتها للي سمعها واللي ما سمعهاش يعرفها. يا جماعة كلمة انت من غير ياء، انت تاء مكسورة. طب انت ها تسمينا، عملت ايه؟ شلت واو الجماعه وحطيت ياء ونون. انت تسمينا بالخلق القويم، يعني انت يعلو شانك يعني بالخلق الايه، يعني القويم، يبقى تسمينا. طيب كلمه تجلي او تجلي، تجلي يعني تظهر، مش كده؟ تجلي الحقائق، يعني ايه؟ تظهر الحقائق. عايزين نسندها لواو الجماعه، انتم ها انتم تجلون، برضو الواو الجماعه بتشيل حرف العله من الفعل المعتل الاخر، يبقى انتم ها تجلون، يعني انتم بتوضحوا الايه، يعني الحقائق. طب كلمه اراد عايز اسندها لنون النسوه، انتبهوا كلمه اراد فعل اجوف. يعني ايه يا شباب فعل اجوف؟ يعني وسط حرف عله وعند الاسناد لنون النسوه يحذف وسط الاجوف. فأراد لما اجي اقول للنساء ما تحولهاش لمضارع، سيبها زي ما هي ماضي، قول ايه؟ هن اردنا الخير لبلدهن، هن اردنا. يبقى في الحاله دي وسط الفعل هو اللي ايه يا شباب؟ هو اللي محذوف. وتلاحظ ان فلسفه الثلاث كلمات مبنيه على ان احنا لما بنضيف لها بعض الضمائر منها بعض حروف العله بايه يا شباب؟ بتحذف. وده كان التدريب الاول من تدريبات الدليل التقويم. استودعكم الله الى تدريب اخر.